أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى المستمعات تقول عن نفسها: أنا فتاة أطرز وأتعب من هذا العمل حتى أحضر المال، وأبي مسافر وهو يبعث المصروف للبيت فقط، ونحن نصرف على أنفسنا من الخياطة. هل علينا إثم إذا جاء والدي وأخفينا نقودنا عنه، علما بأن والدي رجل مبذر وأنه يحضر المال معه الكافي المصروف لمدة شهر ولكنه يصرفه في أقل من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من المعلوم أن نفقة الأولاد تجب على والدهم إذا كانوا محتاجين إلى ذلك، بأن يكونوا قصارا أو يكونون كبارا أو ولكن ليس لهم كسب، فإن على والدهم أن ينفق عليهم. ما ذكرته السائلة من أنها تعمل وتكتسب فقد أغناها الله سبحانه وتعالى، وتترك الأمر للوالد، إن أعطاهم شيئا أخذوه، وإن قصر في شيء فيكملونه من كسبهم ومحصولهم.